الو 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 بيروت وصلني عالمناره هيدي بيروت اللي بحبها حاره وحاره. هاي جايز من احلى معارض بيروت بدنا نعلمكم كيف تحكوا خليجي لانه ربيعي جاي يزورني من الخليج يعني في جاي لعندي من الخليج. باللبناني بدك مي بتقول بدي مي بالخليجي أبا مويا. باللبناني بدك تروق بتقول بدي تروق. بالخليجي أبا ريوك. وباللبناني بدك انترنت بتقول بدي انترنت. صح؟ صح. بالخليجي أبا نت. أبا نت. وصل ربيعنا من الخليج حياك. قلت له حبيبي انا شوي متاخر عليك سير الشيشه اطلب شيشه اشبك نت اطلب نت اقعد على السوشيال ميديا شوي لبين ما انا اوصل لك. قال لي حياك ما في مشكله. راح الزلمه فات طلب الشيشه ليمون نعناع وقعد وبده طبعا بده يشبك واي فاي بده يشبك انترنت. قال له الويترس الويترس ناس عشرة ما هيك حلوة. هلا لو سمحتي أبا ند. قالت له هديك تكرم عينك مشيو لحظتين. قالت له مشيو تفضل. مسك الأمينة هيك قال لها شنو هذي أنا أبا ند تردي لي موية مالك يا حرمة. قالت له ليش عم تصيح يا بعير ما أنت أبا ند هيدي هيدي أبا ند. قام الريال يا طيب طويل العمر كسر الشيشة حمل حاله وفل. وبوصلت مين؟ بوصلت إليسا لوسا صاحبة المقهى. قلنا لها إليسا حياتك في عنا زبون زعل حمل حاله وفل. قالت لنا إعادة. قلت لها كيف عادة يا إليسا؟ ما هو الزبون على حق وكسر الشيشة وما دفع. قالت لي عم لك عادة. بتعرف شو؟ أنا خيي ما بقى بدي صور. لف لف لوني